خلف الأسعد رئاسة المجلس التشريعي بدير الزور. نحن في المجلس التشريعي بدير الزور نستنكر وندين التهديدات التركية على الأراضي السورية. عيد إذا ما شفتك ما أنت مرتاح. عيد والله ماني مرتاح لأنه شايف كثرة عليه. نحن في سوريا شعب واحد، لا فرق بين عربي ومسيحي ولا كردي ولا سرياني. نحن أتينا إلى هنا بمكرمة من السيد الرئيس بشار حافظ الأسد. كلنا شعب واحد عشنا على هذه الأرض لمقاومة أي تدخل خارجي. ونكون مشكورين لجميع الموجودين في هذا اللقاء الصحفي. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. تريد أن نوشي؟ نعم.